ميدانيا ينضم إلينا مراسلنا مصطفى السام الرائي من أربيل عبر سكايب. مصطفى أهلا بك، بداية ضعنا في صورة الأجواء الميدانية لديك يعني بعد بدء عملية التعداد السكاني. نعم تحية لك، وبالتأكيد عملية التعداد السكاني لا تزال مستمرة هنا في إقليم كردستان سواء في أربيل أو دهوك أو السليمانية. لغاية اللحظة الفرق الجوال التابعة لإحصاء إقليم كردستان تستمر في الأحياء السكنية والمجمعات التي يعني داخل الحدود الإدارية وخارجها لمحافظة أربيل وبقية محافظات إقليم كردستان، بالإضافة إلى ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها التي تخضع للمادة 140 من الدستور. لغاية اللحظة لم تسجل أي خروقات بما يتعلق بالتعداد السكاني، والفرق مستمرة بالعمل منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية اللحظة باستثناء المواطنين، يعني أغلبهم خرجوا إلى الشوارع بعد الساعة 8 من مساء هذا اليوم بعد يعني أن بدأت استراحة بعض موظفي الإحصاء في الأحياء والمجمعات السكنية في أربيل وبقية مناطق إقليم كردستان. الحظر هو ليس حظر أمني أو صحي، وإنما هو حظر احترازي لضمان سير العملية عملية الإحصاء السكاني هنا في إقليم كردستان. وهناك التزام كان كبير جدا في ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء، وصولا إلى هذه الساعة بعض المواطنين بدأوا بالخروج ربما للتبضع ليوم غد، لأن يوم غد سيكون أيضا استمرار لحظر التجوال. بما يتعلق النسب، لغاية اللحظة الهيئة الإحصاء في إقليم كردستان يعني تقول أن يعني والمصادر تتحدث أن نسبة العدوى والإحصاء والحصر السكاني تجاوزت 60%، ومن المؤمل أن تنتهي مساء يوم غد مع إجراء عمليات الحصر والتعداد السكاني سواء في أربيل وحتى في مخيمات النازحين الموجودة. لكن في مخيمات النازحين عمليات الإحصاء والعدوى وحصر السكان انتهت منذ تقريبا منتصف هذا اليوم، ويعني ستكون هناك جولة أخرى لفرق الإحصاء والتعداد السكاني، ربما جولة صباحية لإنهاء هذا الملف، ومن المتوقع أن تنتهي يعني العملية مساء يوم غد، ومن الممكن أيضا أن يرفع حظر التجوال في إقليم كردستان مساء يوم غد. نعم مصطفى، هل تم تسجيل ربما أي مشاكل ميدانية أثناء عملية التعداد السكاني؟ يعني تقنية ربما؟ لغاية اللحظة الفرق الجوالة تعمل بما مهيئ لها من أجهزة ويعني أجهزة تقنية، وكل الفرق تدربت خلال الفترة الماضية على عملية التعداد السكاني وتسجيل وإدخال البيانات سواء للمواطنين الذين هم من القومية الكردية أو بقية المواطنين من القوميات الأخرى التي تسكن إقليم كردستان من العرب من الأيجديين من المسيح من التركمان. يعني الإحصاء والعدد مستمر لجميع الساكنين في إقليم كردستان، وهناك غرفة عمليات شكلت ما بين بغداد وأربيل لإرسال البيانات للمواطنين المقيمين من العرب والقوميات الأخرى في إقليم كردستان، وسيتم إرسال بياناتهم إلى محافظاتهم الأصلية بعد الانتهاء من هذه العملية التي لم يشهدها إقليم كردستان منذ 37 عام. بما يتعلق بمشاكل تقنية ومشاكل أخرى لم تسجل في أربيل تحديدا أي مشاكل، والجهات الرسمية سواء من محافظة أربيل وهيئة الإحصاء وكذلك وزارة التخطيط متابعة للعمل منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية الآن، والفرق الجوالة أكدت أنها يعني مستمرة بهذه العملية من خلال الأجهزة المتوفرة لديها. وإن توقفت بعض الأجهزة تلجأ هذه الفرق إلى التسجيل ورقيا، ومن ثم يعني تعود إلى وزارة التخطيط وتدخلها عبر مراكز البيانات الموجودة لديها عبر الحواسيب اللوحية والمنتشرة للفرق الجوالة ومراكز البيانات الموجودة في وزارة التخطيط في إقليم كردستان، ومن ثم ترسل إلى وزارة التخطيط الاتحادية. نعم جزيل الشكر لك من أربيل مراسلنا مصطفى السام الرائي. الآن ننتقل من أربيل إلى نينوى مع مراسلنا محمود الجماس. محمود أهلا بك، أخبرنا هل يسير التعداد السكاني وفق الخطة المرسومة له إلى هذه اللحظة؟ نعم زميلتي إن كنت تسمعينني، كل التحايا لك ولكل مشاهدي قناة التغيير الفضائية.
التعداد السكاني في مرحلته الثانية في محافظة نينوى حتى هذه الساعة يسير بشكل جيد بسلاسة، لم تسجل هنالك أي مشاكل أو معوقات كبيرة، لم يكن هنالك مشاكل مع الأهالي أو مع السكان، حتى أن فرق التعداد لم تلجأ أو لم تطلب مرافقة الأجهزة الأمنية في هذا اليوم بسبب التعاون الكبير للسكان بشكل يسير من خلال تقديم المعلومات وتجهيز الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى أن بعض المناطق أو بعض النواحي في نينوى أكملت المرحلة الثانية في اليوم الأول، مثلا ناحية وانا أكملت ما يجب أن يتم إكماله يوم غد، هو منذ اليوم اكتمل، وكذلك ناحية بحشيقة. أما عن النسبة بصورة عامة في المحافظة فقد وصلت إلى يعني عصر اليوم كان 46 إلى 47%، وقد تجاوزت 50 يعني حتى هذه الساعات. هذا أمر يشير على أن ما رسم لإكماله خلال يومين أو خلال 48 ساعة أي بين قوسين في المرحلة الثانية هو قد سار في اليوم الأول بشكل صحيح، وسيستمر يوم غد لإكمال ما تبقى من تحديث البيانات سواء فيما يخص الولادات أو الوفيات. رافقنا صباح اليوم الكثير من فرق التعداد في جانبي الموصل الأيمن والأيسر، كان العمل يسير، كان هنالك تعاون من الأهالي، كان هنالك سلاسة في العمل في إدخال المعلومات، كان هنالك التزام كبير حتى بحظر التجوال، لم يكن هنالك حتى تجديد داخل الأحياء السكنية، فقط التجديد على منع العبور بين جانبي المدينة. الأسواق مفتوحة، أسواق بيع الخضار، المخابز، الأفران، الصيدليات، هنالك تسهيل يعني حتى في ساعات المساء لو تلاحظين بعض العجلات خلفي، هنالك تسهيل نوعا ما لمن لديه حالات إنسانية، حالات مرضية، يريد الانتقال لحاجة ضرورية. يعني هذه الصورة عن اليوم الأول للتعداد في نينوى. قبل قليل كنت أستمع إليك وأنت تسألين أحد زملائنا عن وجود مشاكل في تسجيل البيانات، وكنا قد استفسرنا أيضا عن هذا الموضوع من الكوادر، قالوا أنهم في المرحلة الأولى واجهتهم بعض المشاكل التكنولوجية أو التقنية، عملوا عليها، استطاعوا تداركها في المرحلة الأولى، لذلك لم يواجهوا أي مشاكل في المرحلة الثانية، وسيعملون على ما يعني على أي معوقات تواجههم على معالجتها في المرحلة الثالثة أي أن المشاكل التقنية يمكن تداركها أيضا في الأيام القادمة، لأن التعداد يعني بحسب ما فهمنا لا يقتصر على هذه 48 ساعة، لكنها هي الأهم في مراحل التعداد الثلاثة، وسيستمر إلى منتصف الشهر القادم. نعم، جزيل الشكر لك محمود الجماس، كنت معنا من نينوى. أنتقل الآن إلى مراسلنا من داخل وزارة التخطيط بدر الركابي. بدر، أهلا بك، أنت الآن متواجد في وزارة التخطيط، بداية ضعنا في الأجواء العامة لديك وتفضل، كيف جرت عملية التعداد بالذات؟ يعني بالتأكيد لديك معلومات حصرية الآن من وزارة التخطيط. نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نتواجد حاليا داخل وزارة التخطيط وبالتحديد في غرفة العمليات، نتابع كوادر وزارة التخطيط وهي لغاية الآن مستنفرة وتعمل على مدار الساعة ب 24 ساعة من أجل استقبال البيانات هنا داخل غرفة العمليات من قبل العدادين المتواجدين في مختلف المناطق هنا في العاصمة وكذلك في المحافظات العراقية العزيزة، إن كان فيما يتعلق بالريف وكذلك الحضر وكذلك المناطق النائية. ساعات قليلة تفصلنا لغاية الآن يعني بحدود 4 ساعات تقريبا أو أقل من ذلك عن انتهاء عمل اليوم الأول للتعداد السكاني وفرق التعداد السكاني. يتحدثون فيما يتعلق بالفرق الجوالة غالبا ما عملها ينتهي عند منتصف الليل، أما فيما يتعلق بغرفة العمليات هنا فالعمل مستمر على مدار الساعة، وبالتالي أيضا لدينا عمل هو لم يبدأ اليوم ولكن هو بدأ منذ 14 من الشهر الحالي وسينتهي عند 10 من الشهر
المقبل. هذا العمل يتعلق بإحصاء جميع المعلومات وكذلك التفصيلات الخاصة بالأسر في هذا التعداد العاشر بتاريخ البلاد، وهو الأول إلكترونيا في جميع المحافظات العراقية. دعيني أستثمر الوقت أكثر لنتحدث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع الدكتور ضياء عواد كاظم، رئيس غرفة عمليات التعداد. أهلا بك دكتور، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير وأيضا نشرة الحصاد. نتحدث عن اليوم الأول، تحدثنا إذا أمكن بتفاصيل حول ما جرى خلال هذا اليوم لغاية الآن، وأيضا ماذا شخصتم؟ أهلا وسهلا بكم. منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم انطلقت الأعمال الميدانية لتنفيذ التعداد العام للسكان، تنفيذ التعداد الإلكتروني في الريف والحضر وفي محافظات العراق كافة، محافظات إقليم كردستان والمحافظات الوسطى والشمالية والجنوبية. وبدأنا نتلقى المعلومات والبيانات الأولية من الميدان، أي نؤشر تسجيل البيانات، وكانت محافظة كربلاء وقضاء جدول الغربي هي من أولى المحافظات التي أشرت لدينا تسجيل في هذه البيانات، كما وصفها السيد الوزير التخطيط أنها لحظة فرح. نعم، هي لحظة فرح عندما وجدنا البيانات تتناقل وبدأت تتناقل بعد ذلك، وجمعنا هذه لحد هذه الساعة نحن نتابع الأعمال الميدانية والعدادين لحد هذه الساعة هم في الميدان. طيب، بالتالي هي عملية إلكترونية تتم عبر التابلت لدى العداد ويقوم إرسالها عن طريق شبكة داخلية. إذا أمكن توضح لنا أكثر هذه الشبكة، كيف عملية الإرسال تكون فيها في حال لو يعني مثلا حصل عطل، توقف مؤقت بالإنترنت، هل تتأثر أم لا؟ كيف يتم معالجة هذا الموضوع؟ بداية هو إنترنت وليس إنترنت، حفاظا على أمن البيانات وسرية البيانات. فهناك أكثر من خطة لمعالجة الحالات والمشاكل الطارئة ربما تحصل هنا أو هناك توقف، لكن لدينا أكثر من خط لتناقل البيانات. عندما يدخل العداد بيانات الأسرة في التابلت، هناك حفظ لهذه البيانات في جهاز اللوحي، ومزامنة أي إرسال في اللحظة التي يكمل فيها إملاء بيانات الأسرة، وتتناقل عبر شبكة الكابل الضوئي كما قلت لكم الإنترنت، وتصل إلى مركز البيانات. دكتور حضرت، عذرا على المقاطعة، ذكرت أن هذه العمليات تتم بسرية وأيضا حفاظا على هذه المعلومات وسرية هذه المعلومات. المواطن، بعض المواطنين يتخوفون من إدلاء ببعض التفصيلات إن كان خلال هذا اليوم أو الزيارات السابقة وأيضا الزيارات اللاحقة التي ستصل من قبل فرق العدادين إلى المواطنين. حدثنا إذا أمكن، يعني هل هناك سيكون كشف عن تفصيلات البيانات الخاصة بالمواطنين بعد إعلان النتائج النهائية، أم ستحتفظون بسرية هذه المعلومات ودون التطرق إلى تفصيلاتها في الإعلان؟ بالتأكيد قانون الإحصاء، قانون التعداد يمنع من مشاركة البيانات الفردية، بيانات الشخصية مع أي جهة كانت، إلا صاحب العلاقة نفسه هو يطلب البيانات، فيمكن أنه نسمح به أنه نبوح بهذه البيانات. أما البيانات الفردية فلا يمكن أن تعطى لأي جهة، لذلك أنا أطمئن كل الأسر العراقية في أن هذه البيانات هي محمية وسرية تامة. نحن نتعامل مع البيانات الأسماء فقط في عندما نسجل أسماء أفراد الأسر، بعد ذلك يتم حجب هذه المعلومات وحجب هذه البيانات من قاعدة البيانات بالكامل، أي سنتعامل مع مؤشرات وبيانات إحصائية فقط، لا يمكن أن نعطي أي بيانات، ولا يمكن أن نقول أن هناك فئات من الأشخاص من مثلا سين من الناس أو صاد من الناس هو مستواها العلمي كذا، هو لا يعمل هو يعمل، هذا لا يمكن أن يكون في التعداد العام للسكان. التعامل في البيانات هو فقط لدقة ومتابعة سجل أفراد الأسرة، بعد ذلك تحجب البيانات بالكامل. ماذا واجهتم من مشاكل خلال اليوم الأول بإرسال البيانات من قبل الأعداد إلى مركز العمليات؟ وكيف عالجتموه؟ نعم، بالتأكيد عمل كبير مثل التعداد والتعداد الإلكتروني من المتوقع أن يكون هناك مشاكل، ولكن أنا يعني أحيي الأسر العراقية وتعاونها. وجدنا
تعاون كبير مع هذه فرقنا التعداد الميدانية. فقط عندما يكون هناك ضغط كبير على الشبكة يمكن أن تتوقف لحظات معينة وتعاود الاتصال وتكون هناك إرسال للبيانات. المشكلة الوحيدة التي واجهناها هي فقط عندما يكون هناك مزامنة، أي تصور 120 ألف في وقت واحد يرسلون بياناتهم، فربما يحصل تأخير، وهذا التأخير لا يؤثر على سير العمل. لحد هذه اللحظة هناك إرسال للبيانات. طيب، بالحديث عن 120 أو أكثر من 120 ألف شخص يشارك في إدارة هذا التعداد والمساهمة بإرسال البيانات عبر الكوادر كانت ميدانية وغيرها، كيف تمت هذه العملية لغاية الآن؟ نتحدث عن ساعات طويلة من الصباح لغاية الآن، هل وصلتكم بعض الشكاوى، بعض الإشكاليات؟ لغاية أن نحن لم نسمع عن مثلا اعتداء على الكوادر، حدثنا إذا أمكن عن تفاصيل تعاطي المواطنين مع الكوادر وعمل الكوادر. قبل كل شيء أحيي القوات الأمنية ودورها في تأمين الحماية، لم تحصل أي مشكلة أي اعتراض إلى عداد، يمكن حالات قليلة وفردية تم التعامل معها، ولكن التعاون الذي لمسناه من قبل المواطنين هو سر نجاح التعداد. لم تحصل أي مشكلة، المشاكل التي الفردية التي تحصل هنا وهناك لا تؤثر على سير التعداد. العد اللي هو في اليوم وفي يوم غد هو يكون في هذه الأجواء، حظر التجوال، بعد ذلك سيكون العداد والأسرة في حرية من هذا الوقت، يمكن أن يزور الأسرة في أي وقت، ليس هناك حظرا للتجوال، ممكن أنه يعطي البيانات اللي مطلوبة باستمارة التعداد. حاليا اليوم ويوم غد فقط استمارة سجل الأسرة، فقط أفراد الأسرة، ليست من بيانات هي كبيرة. من أصل ثلاثة استمارات، من أصل 11 صفحة من الاستمارة التعداد، ومن أصل 70 سؤال من استمارة التعداد، فهذاك فترة كافية للعداد أن يملي بأريحية لاستمارة التعداد. وأما الآن فهي بيانات خلينا نقول عنها أنها رشيقة وسريعة. طيب، وصلنا لغاية الآن بمتابعاتكم إلى النسب المتوقعة بإحصاء عدد محدد من المواطنين بالوصول إلى مناطق جغرافية محددة، أم تجاوزنا المتوقع؟ حدثنا إذا يمكن تفاصيل حول هذا الموضوع. المتابعة مستمرة في غرفة العمليات، نحن يعني نتابع حتى مع وجود السيد الوزير وكل قيادات الوزارة، هم متواجدون حاليا في متابعة لكل البيانات. نعم، البيانات هي نعم كما متوقع لها، أنه في عملية الترقيم والحصر التي بدأناها منذ شهر 9 وانتهينا بها شهر 10، هي نفس البيانات التي جمعناها بزيادة طفيفة هنا وهنا. بسؤال أخير، النتائج متى ستعلن الأولية وأيضا النهائية؟ بما أنه تعداد إلكتروني لن تتأخر النتائج الأولية. النتائج الأولية يعني سيكون هناك بعد انتهاء حظر التجوال، لا يمكن أن تتأخر أكثر من 48 ساعة. وأما النتائج النهائية فتأخذ وقت، لأن هناك ترميز وتصنيف لبعض الأنشطة لبعض المهن، وأيضا ندقق ونحلل البيانات حتى يكون نتائج نهائية لن تستغرق أكثر من 3 أشهر. شكرا جزيلا، حضرتك انضمامك لنا. شكرا لك. نعم زميلتي، كما استمعت لهذه التفصيلات هنا من رئيس غرفة التعداد، هذه هي الصورة بشكل كامل بتفصيلاتها. إذا كان لديك سؤال آخر تفضل. نعم، جزيل الشكر لك وأيضا لضيفك الكريم بدر الركابي، كنت معنا من داخل غرفة العمليات في وزارة التخطيط، وأطعتنا على آخر التطورات الميدانية لديك.